طبق اليوم هو كبدة الدجاج ويا القلوب والقوانص مال الدجاج، ويكون طبق للغداء ويكون كلش طيب وشهي. جربوها وإن شاء الله تعجبكم. السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. اليوم جيت لكم بوصفة جديدة، ووصفة اليوم هو كبدة الدجاج ويا القلب مال الدجاج والقوانص. نسويهم كل واحد وحده وبعدين ويا بعض نشكلهم ويا بعض، يصير المشكل مالهم ويكون كلش طيب. ولهاي الوصفة نحتاج كبدة الدجاج. احنا عندنا الكبدة يكون هنا بشكل مجمد، جبته فقطعته هيك مربعات وخليته. هذا القلب، القلب يكون هو شكله هيجي، بس انا القلب شو اسوي له، لان اخاف يكون اكو دم متجلط باقي بداخلها، وهم انا حتى يطبي الطعم مال البهارات اللي نستخدمها. فقطعها القلب اسويها هيجي كلها، يعني ما ابقيها على هاي الحالة، اقطعها هيجي. وهاي القوانص وياها، القلب والقوانص نحطهم نغسلهم وننظفهم سوا، لان يكونون شوية اقوى من الكبدة. الكبدة تكون نوعا ما يعني بسرعة تصير، ولازم كل واحد على حدة نسوي. وهمين نحتاج لهاي الشغلة، نحتاج 2 قطعتين ماجي دجاج عن مود الطعم، 4 بصلات، 3 صغار 1 كبير. انا استخدم بصل هواية، فانتوا اذا تحبون تقللوا حسب شلون تحبون. ونحتاج همينة بصل مطحون وثوم مطحون وبابريكا حمراء مو حارة والعقدة الصفراء الكركم وزيت نباتي. وعندي هنا انا جايبة ليموندوزي او ملح الحامض، وإذا عندكم أنتوا ليمون عادي 1/2 قطعة ليمون، إذا ما عندكم من هذا تخلون ربع ملعقة كوب أو أقل شوية. وهمنا من البهارات راح أستخدم الفلفل الأسود المطحون 1/4 ملعقة كوب، وأستخدم الدارسين همنا 1/4 كوب دارسين. وعندي 7 بهارات استخدم 1/2 ملعقة كوب، وعندي هنا بهار سجق همينة 1/2 ملعقة كوب، وعندي همينة الكاري استخدم 1/4 ملعقة كوب. هسا هاي البهارات تشكيلة بهارات اللي عندنا، وهسا نشوف طريقة العمل. اول خطوة لطريقة العمل راح اسوي الكبدة وحدها. اول شي حتى اتخلص من الزناقة الموجودة بالكبدة، راح اخلي الطاوة على النار، على نار عالية كلش، واخلي بيها الدهن بحيث تكون الدهن كلش حارة، كثير حار، بعدين انزل عليها الكبدة، وبهاي الطريقة نتخلص من الزفارة الموجودة بيها، فما يجي منها ريحة او طعم زفارة. هسا خلينا الطاوة على النار وصارت هواية حارة، انزل بيها الدهن، بس طبعا لازم الطاوة تكون كلش حارة، وصلت حرارة عالية جدا، انزل شوية دهن بيها. بعد ما نزلت الدهن اوزعها عليه قليل جدا، انزل الكبدة عليها. من انزلها راح تصير كلش حارة، ياخذ الزفارة مالتها. هسه اقوم احمسها بالدهن الحار، هنا هذا راح يقضي الزفارة اللي موجودة بيها. اضل اقلب بيها شوية، اتركها حتى تنحمس وهم يتغير لونها.
بالدهن الحار. طبعا يكون الحرارة عالية جدا، ما ناصيها أبد، يعني أريدها تنحمس زين بالدهن الحار. هسه بعد ما شوي شوي قامت تنحمس زين ويتغير لونها، راح أضيف لها من البصل المفروم اللي ترمته، بس مو كله، شوية من عنده، يعني قليل من البصل المفروم مو كله، راح أبقي الباقي من البصل أبقيها للقلب والقوانص، النص مال البصل أبقيه. وأظل أحرك بيهم سوا. هسه أضيف لها الماء الحار المفور بعد ما صار كلها لونها موحد، ولازم يكون الماء حار ومفور. راح أضيف كمية لأن هي الكبدة بسرعة تصيح، بحيث يصير يغطيها الماء هيجي هلقيت كافي، وأتركها هسة أغطيها وأتركها تفور وتصير، ورا ما تخلص تصير أطفيها وأنزلها أخليها بطرف، أقوم أسوي القلوب وبعدين نشوف هسة شو نسوي. هسة نقفها تفور بعد ما نغطيها. وهسة بعد ما صارت الطاوة الثانية حارة، الكبدة نزلتها، أنزل عليها دهن همينة شوية، ونفس أسلوب الكبدة أستخدمها، أنزل عليها القلب والقوانص. نزلت القلب والقوانص على الدهن حار هواية كثير، حتى همينة أتخلص من الزناقة الموجودة بيها، وأقوم نفس الحالة. أول شيء أحركهم شوية، أحاول أحمصهم، وأنا خليتهم سوا لأن هما اثنيناتهم يكونون أقوى من الكبدة، وراح تقريبا بنفس الوقت ينطبقون. وهمينة راح استخدم وياهم المي الحار المفور حتى ينطبقون بسرعة، ويبقى حرارة عالية دائما، على حرارة عالية عارفينها. هسا انتظر بعد ما دبيته طلع له مي، هذا المي ماله احاول يتبخر وبعدين ادب له البصل، واقليه من جديد شوية، وبعدين انا اضيف له المي المفور اللي انا مسويته. اثناء ما يصير القلوب هنا خليت البهارات على الطرف، هاي 2 مكعب ماجي، وما دام استخدم انا مكعب ماجي يكون بيها يعني ملح، فلهذا لازم من استخدم الملح اشوف الطعم ماله قبل ما اخلي ملح، اذا يحتاج ملح اخلي له، واذا ما يحتاج هاي هي. ومخلية هذا الليمون دوزي كلش قليل، اقل من الربع مال ملعقة كوب، واستخدمت ملعقة اكل كبيرة من العقدة الصفراء، واستخدمت هنا فلفل اسود ملعقة اقل من الهمينة من ربع ملعقة كوب، واستخدمت الدارسين نص ملعقة كوب، واستخدمت الكاري ربع ملعقة كوب، واستخدمت البصل المطحون نص ملعقة كوب، والثوم ربع ملعقة كوب ثوم المطحون، وهمينة استخدمت بهار سجق بهارات السجق نص ملعقة كوب، وهمينة استخدمت السبع بهارات نص ملعقة كوب. فهسه هاي هي تشكيلة البهارات اللي نحتاجها، وإذا نحتاج إلى ملح نشوف طعمه أول شيء، وبعدين نشوفه يحتاج ملح لو لا. هاي هنا هي طبعا حرارة الطباخ على أعلى درجة حرارة،
وابد ما ضفت لها مي لان طلع من عندها مي، هي انتظر المي ماله يتبخر، وبعد ما يتبخر المي ماله راح اضيف له البصل المثروم شويه اخليهم ينحمسون سوا، ورا ما ينحمسون اقوم اخلي لها مي اشوف اذا يحتاج بعد ينطبخ لو لا. هنا هو جاي ينطبخ بالمي ماله، وهسه بعد ما اتبخر المي ماله اخليه شوية ينحمس. هذا القلوب ويا شنو، ويا القوانص اخليهم ينحمسون شوية، واضيف لهم البصل المفروم. وهسه بعد ما ضفت لها البصل اقلبهم سوا، احاول احمسهم ويا بعض. ما نخليهم يحترقون، طبعا الحرارة عالية. ونتركها شوية تذبل البصل، ورا ما تذبل البصل نضيف لها مي حار مفور. وهسه بعد ما ذبلت البصل هسه اقوم اضيف لها المي الحار المفور. اضيف كمية زينة من عندها، لأن القلوب والقوانص يحتاجون هواية ماي حتى ينطبخون. وهسه بعد ما ضفت الماي راح أسدها، أسد الغطاء عليها وأتركها تفور، وبنفس الوقت همينة تنطبخ، وبعدين نشوف شو نسوي. وهسه بعد ما انطبخ القلوب هسه أقوم اجيب الكبدة اللي سويتها انزلها عليها، بس ابقي هيجي مي شوية مي من عنده يبقى يعني. هاي الكبدة نزلتها على القلوب اللي سويتهم، ونبقي شوية من عنده المي ماله لان احنا راح ناكلها ويا الرز ويا التمة، ونخبطهم سوا. انتوا اذا تحبون تخلون المي ماله يروح يتبخر عادي يعني. هسه بعد ما حطيتهم سوا، هذا المي راح يساعد بين شنو يصير، يخليها تندمج ويا بعضها الطعم مالهم. هسه اجيب انزل عليها البهارات اللي خليتها لها، بعد ما نزلت البهارات كلها اخبطهم ويا بعض حتى ينسلقون من جديد، ويا طعم البهارات كلها راح يسوي كلش طيب. وبعدين اشوف طعمها همينه، اشوف شنو ناقصها، اذا تحبون تزيدون عليها الملح او الحموضة، تجيبون نص ليمون تعصروه والمي ماله تخلوه بيه يصير كلش طيب. هسه شنو سوينا، بعد ما خليناهم ويا بعض هيجي نسد الغطاء عليه ونتركها شوية همينه تفور ويا بعضها حتى تنطبخ ويا بعض، ينطيب لبعضها الطعم مالها. وهسه بعد ما انطبخوا ويا بعض وصار طعمه كلش طيب وريحته همينه طيبه، بيها هالقد مي باقي عليها انا راح اطفيها بهاي المي مالها، لان انا احتاج المي، احنا المي ماله نحبه هالقد يبقى ويصير طيب. عوفوا شويه المي ماله هيك يبقى تاكلونه ويا الرز والثوم طبق للغداء يصير كلش طيب. وهسه نشوف طريقة التقديم.
وبهذا يصير طبقنا نكمل، وهذا الشكل النهائي للطبق مالنا، هذا كبدة الدجاج ويا القلوب والقوانص، وان احنا ناكلها ونقدمها ويا التمن او الرز، واذا تحبون تاكلوها هيجي ويا الخبز عادي همينه، فيقدم كوجبة غداء يعني. وان شاء الله يكون عجبكم الطريقة وتجربوها، لان انصحكم بها لان راح تصير كلش طيبة. وهم أنا بالنسبة للبهارات والملح أو الحموضة، أنتوا براحتكم تزيدون تنقصون، أو أنتوا اللي تحبونه من البهارات تحطونه بيه. وإذا أعجبكم الطبق لا تنسوني باللايكات، ولا تنسوني بالشير والاشتراك، وألف عافية عليكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم. مع السلامة.